يحكى أنه كان هناك شخص يدعى غامبول. هاي جايز. كان شخص معروف بغبائه الشديد لا يفقه قولا. دائما ما كان أصدقاؤه يسخرون منه لأنه بطيء الفهم إلى درجة أنه لن يفهم أي شيء كان. هاي غامبول. هاي توبايس. كم يساوي 1+1؟ تظنني غبي؟ حتى الأحمق يعرفها. إذا كم؟ 11. إذا 2+2 كم؟ 22 يا أحمق. وبدأ توبايس يضحك منه ساخرا، وغامبول مستغرب حتى أنه لم يعرف أنه كان على خطأ. وأيضا كان غباؤه الكثير جعله لا يفكر حتى فيما كان يلبسه بدون أي تفكير، مما جعل بنانة جو المجنون يسخر منه قائلا: من أين أحضرت ثيابك؟ من قسم المفقودات؟ هاي، من أين أحضرت ثيابك؟ من السرد؟ من أين أحضرت ثيابك؟ من محل السباحة والقبعات؟ وكان غامبول لا يزال يتساءل عن تصرف الناس بهذا الشكل معه، لكن لم يكن يدري أنه غبي. كان يظن نفسه شخص عادي، بل الأفضل فيهم عقليا. المهم هو في أحد الأيام، بينما كان غامبول يسير متجولا في إيلمور، حتى سقط حجرا من السماء فأغمي عليه. فجاءه حلم مخيف ومقزز. كان يتعرق كثيرا، فبدأت تأتيه حسابات كثيرة، أعداد معقدة. استمر الحلم لبعض الوقت حتى استيقظ وهو في نفس المكان، لكن هناك شيء غير عادي فيه. أصبح وكأنه واثق من نفسه. أوشيت. بدأ يتمشى والابتسامة مرسومة على وجهه، والتقى بتوبايس مرة أخرى. هاي غامبول. هاي توبايس. كم تساوي 3+3؟ 6. و8+8؟ 16. يا إلهي، حسناً 20 تقسيم 20. الأحمق يعرفها، أكيد 1. أوه، 2 ضرب 200. 400. ماذا يحدث عند سقوط المطر؟ ظهور توبايس كبير في السماء. وكيف يحدث البرق؟ عندما تغضب مصامي. ماذا تسمى القردة الشريرة؟ القردة السميانية. وفي اليوم التالي انطلق غامبول إلى المدرسة، وكان كشخص يخرج النور من وجهه من كثرة الثقة في نفسه. ويب، دخل القاعة متأخراً. توقف. نعم. أنت متأخر ولا يجب عليك الدخول. ليست سوى بعض الثواني. ولو كانت ثانية فقط. وحتى لو دخلت قبل الوقت فأنت محرم عليك الدخول هذا الصف. لماذا؟ مكانك الواحد هو الحاضنة مثل أمثالك، لأنك غششت وانتقلت إلى هنا. مستوي أكبر من مستوى هذا الصف والعالم بأجمعه. وبدأ الضحك في كامل القاعة، وكانت الغازات السامة تخرج من كثرة الضحك. تضحكون ها؟ إذن اسأل أي سؤال يا سيدة قردة ونرى ذلك. حسنا أيها القط الأزرق، كم تساوي 500 ضرب 500؟ أكيد 150,000. غامبول. حتى أنا ولا أعرف كيف فعلها. إذا حل هذه المعادلة إن استطعت. وكتبت له معادلة كبيرة معقدة تخرج العينين من كثرة تعقيدها. نظر إليه غامبول بعض الثواني ليفاجئهم بالحل الوحيد. أحسنت يا غامبول، أنت رائع كثيرا. ما الذي تريده؟ أريد أن أصبح أنا المتحكم الخفي ذو السلطة في هذه المدرسة. أتظن الأمر بهذه البساطة؟ ولماذا تريد ذلك؟ أعلم أني تفوقت عليك بكثير من المراحل، لذا بدون أن أخجلك أمامهم أريد ذلك المنصب الآن. سوف تأخذه، لكن بشرط. وشروطي؟ عليك أن تزور 3 عوالم مختلفة من عالم الكرتون، وكل عالم تزوره تجد فيه تعويذة عليك جلبها، وبعدها سنتلوها وتكون ذا سلطة كما تريد. لكن عليك أن ترجعني إلى عالم الأصل، إلى غابة القرود. ليس هناك أي مشكل، سأقوم بها على أكمل وجه. فقامت بإعطائه الريموت العجيب الذي كان عند روب. لا ندري كيف حصلت عليه. ميس سيمين لديها قصتها لوحدها. وأخذ غامبول الريموت منها وذهب إلى مكان معزول في الجبال، حيث لا يوجد أي كائن حي سوى غامبول وبعض النمل الصغير في الأرض. بالتأكيد لا يكوننا أن نراه. دعونا مين. قام غامبول بتشغيل الريموت لفتح عالم آخر، وجاء نور كبير وجذب غامبول إليه. العالم الأول، وقت المغامرة. بينما كان فين وجيك يستمتعان بيومهما الجميل في منزلهما الجميل، ويأكلان الطعام الشهي والجميل. هذا الطعام رائع يا فين. بالتأكيد، لأنه من صنع أميرة العلكة. سنطلبه منها يوميا. لا تكثر على الملوك حتى لا يملوك. يا لك من شخص قديم يا فين. أنت القديم لأن عمرك أكبر مني بالكثير. هل تسخر مني؟ وإذ بشيء يفتح أمامهما كأنها بوابة نقمية، ليخرج منها المخلوق الأزرق الغامبولي، ليندهش كل من جيك وفين. أوه. ويقف أمامهما وهما مندهشين منه.
هل أنت أحد الأشرار؟ من أرسلك؟ تريد القتال؟ لنبدأ هيا. مرحبا جايز. وقام جامبول بحكاية لهما كل شيء من البداية إلى حين توصل إليهما، وبدأ لهما الأمر غريبا بعض الشيء، لكن كل من عالميهما تحدث فيه أشياء عجيبة وغريبة. إذا تريد تلك التعويذة؟ بالتأكيد يا جايز، فهل يمكنكم مساعدتي؟ لكن المشكلة أنها ليست معنا، هي مع شخص شرير يحب الأميرات، يعيش في الجليد. إنه ملك الجليد. هل هو ثلاجة؟ لنذهب إليه ليهم من يكون، المهم أن نأخذ التعويذة منه. وانطلقوا ثلاثة إلى منطقة ملك الجليد من أجل الحصول على تلك التعويذة التي تعتبر جزءا من ثلاثة أجزاء، وبالتأكيد وصلوا إلى قصره البارد. هاي ملك الجليد، أخرج، نحن نحتاج منك شيئا. هيا أخرج. ما الذي تريدانه مني؟ دعوني وشأني، لا أريد مشاكل معكما. ومن هذا الأزرق الذي معكما؟ ما الذي تقصده يا جسم الثلاجة؟ نريد شيئا من عندك الآن. وما الذي تريده؟ نريد التعويذة المخبأة عندك. وماذا في المقابل؟ لن تحصل على أي شيء أيها الأحمق. إذن لن تحصل على أي شيء مني. ابتعدا. وبدأ الهجوم وتقاتلوا، وجامبول ينظر إليهم بوجهه القططي. وقام سايمون بتجميد كل من فين وجيك، وبقي جامبول. عندما أراد تجميده، إني لك شيء لن تتوقعه يا ثلاجة. ما هو؟ ماذا حقا؟ صوتها هادئ وجميل. لا أحد يحبني. ووجهها نور على نور، شعرها ناعم كالحرير. واو، أنا موافق يا هذا، لكن كلاهما سيبقيا عندي، إذا لم توفي بوعدك سأقتلهما. موافق. وقام سايمون بإعطائه التعويذة وأتم المهمة الأولى، والآن عليه انتقال إلى العالم الثاني. فقام بضغط الريموت وفتحت بوابة زمنية، اندهش منها كل من فين وجيك وسايمون. إنه السحر، إنه مشعوذ، سأنقذكما منه لاحقا فلا تقلقا. وانطلق في ذلك الشعاع. العالم الثاني، كلارنس. بينما كان كلارنس يتناول بعض الكحك الحلو وهو مستمتع به حتى وصل إليه جامبول. أيضا كالعادة شيء يفتح أمامه ويظهر جامبول. بقي كلارنس ينظر إليه ولا يزال يأكل بدون توقف. مرحبا مشي مشي. من أنت؟ ودعا جامبول. وأنا كلارنس، يا لك من رائع قط ظريف ناطق. واو، ما رأيك أن تكون حيواني الأليف؟ التزم حدودك وكن محترما. كيف ترجعني حيوان؟ ها، ماذا لو قلت لك أنك بشري؟ لا، لست بشري، توقف أمزح معك فقط. هذا جيد، أريدك أن تساعدني في شيء في هذا العالم، لأنه عالم غريب عني وأنا غريب عنه أيضا. أجل، هذا عالمي، عالم كلارنس العظيم. أريد تعويذة. تعويذة؟ أي تعويذة؟ وقام بتفسير كل الأمور له حتى الأخير. لنذهب إلى الصومو، فربما يعرف شيئا عنها. وانطلق إلى بيت الصومو فخرج لهما. مرحبا ثومو. مرحبا كلارنس، مع قطك الأليف. أين وجدته؟ هل لديه أولاد؟ أعطني واحدا لكي أربيه. لا، هذا صديقي الجديد، تعرفت عليه منذ 5 دقائق وهو يبحث عن تعويذة. أوه، تلك التعويذة، إنها في منزلك يا كلارنس. حقا، هيا لنذهب لنأخذ معنا الجيف، لأنها موجودة داخل البنية التي عندك، وهذه تعويذة خطيرة وقد تؤذينا، ونجعل جيف هو الذي يفتحها. سوف أفتحها أنا، لا تقلق. لا يمكن أن أجعل قطة كلارنس الأليف تأذى، أعلم أنك بريء. لست قطا أليفا يا أيها الأصلع ذو الشعيرات. وانطلقوا جميعا إلى بيت كلارنس، وبدأوا يقنعون جيف بضرب البنياتة. اضرب بنياتة، اضرب بنياتة، صح بنياتة، اضرب بنياتة، اضرب بنياتة، اضرب بنياتة، اضرب بنياتة، صح بنياتة، اضرب بنياتة. فاقتنع جيف وقام بضرب البنياتة وخرجت منها التعويذة، وهرب الكل إلى كلارنس. وأخذ جامبول التعويذة وشكر كلارنس على مساعدته وقد أتم المهمة الثانية، وانطلق إلى المهمة الأخيرة في العالم الثالث، أبطال التايتنز. وصل جامبول إلى عالم أبطال التايتنز وبقي يدور ويدور فيه، ولم يجد أي شخص قد يساعده في مهمته. أمضى وقت طويلا جدا وهو يبحث، 10 دقائق، حتى رأته ستارفاير. جامبول، أنت جامبول صحيح؟ يب، أنا هو. واو، كل يوم أشاهد حلقاتك الجميلة، عالمك رائع يا جامبول. أوه، شكرا لك، لقد أحرستني بلطفك. ما الذي تفعله هنا في عالمي إذن؟ أنا في مهمة. أوه، حلقة جديدة أيضا سوف أظهر معك فيها. ماذا تقولين؟ لا يهم، لأن أبحث عن تعويذة. هناك الكثير من التعويذات، هناك تعويذة لتصبح شريرا، تعويذة لتصبح مجنونا، وتعويذة لكي تصير جميلا مثلي أنا، وفي الأخير تعويذة المتحكم. تلك هي التي أريدها. أوه، تلك الكل يبحث عنها، لكنها مجزأة منتشرة في عوالم مختلفة، لذلك يصعب التنقل بين العوالم. وأنت كيف جئت إلى هنا؟ عن طريق الريموت الغريب. لا يهم، لا يهم.
عليهم أين نجدها. إنها عند الأحمق ماموث، وانطلق كلاهما إليه من أجل أخذها منه. هيا يا ماموث أخرج، أنا أحتاجك. فخرج ماموث. ماذا تريدين مني؟ تبدو جميلا حقا في هذا اليوم. لا تحرجينني فأنا خجول جدا. أريد تلك التعويذة التي معك. لا يمكن أن أعطيها لك. هيا أنت رائع اليوم. أوه شكرا لك، لكن لن تأخذيها. لن أخذها ها؟ وأخذ جامبول التعويذة وشكر ستار وعاد إلى عالمه الجامبولي. وكانت الميس قيردا في انتظار واندهشت لأنه عاد في وقت وجيز جدا. لقد جلبت لك التعويذات الثلاث، ماذا الآن؟ كيف قمت بها بهذه السرعة؟ لم أكن أصدق أنك تستطيع فعلها. هيا ابدأي في قراءتها الآن. حسنا. غربا دوا غربا دوا غربا دوا غربا دوا هلا فلا هلا هلا فلا هلا حتى أصبح جامبول المتحكم، وعندها أمر جميع الطلبة بالاحتفال واللعب الكثير. أنا المتحكم هنا فافعلوا ما تريدون، فلكم الحرية. وبدأ الطلاب بالصراخ والبهجة والفرحة في وجوههم حتى جاء مستر براون. ما الذي يحدث هنا؟ توقفوا عن هذه المهزلة. اخرس وعد إلى طبيعتك. فأصبح ذيل حصان. وأرجع توبايس قوس مطر في السماء. أيها المشاكس ما الذي تفعله؟ توقف. فقام بفتح عالم وقت مغامرة ورمها إلى ملك الجليد كما وعد. وأرسل الكثير من الحلوى والشوكولاتة إلى كلارنس وأصدقاء. وفي الأخير أرسل نسخة من الريموت إلى ستارفاير من أجل التنقل في العوالم. وأخيرا قام بإرجاع نفسه إلى جامبول الغابي. من أنا؟ أين داروين؟ سمكتي الناطقة. هل تحبينني؟ اخرس وأرجعني إلى عالمي. انتظر أيها المشاكس جامبول، سوف أنتقم منك. تعالي عندي. النهاية. أتمنى أن هذه القصة قد نالت إعجابكم، حيث قمت بربطها بكرتونات مختلفة. إذا أعجبتكم القصة شاركوها في كل مكان حتى يراها الجميع. إذا كنت جديدا اشترك معنا وفعل زر التنبيه حتى تتوصل بما هو جديد.